مرحبا جايز، اليوم أنا بيساوي خلية نخل. خلية نخل هو أنا عندي كاس حليب دافي وميل أجا خميرة ونص ميل أجا صغير ملي ونص ميل أجا صغير بيكنج باودر وباكيت دريم ويب وميل أجتين من سيسم الزبادي وربع كاس زبدة مدوب وهنا 3 كاس دقيق والحشوة جبنة كيري أو جبنة المراعي. وألسان يطلع أجلينا زين لازم تلبخينا مثل كده لبخ لبختين وكده أجينا صار خلاص وما نتركه مدة نص ساعة. وعلى الفكرة الزبادي هتطي قلبه كله علشان الدقيق صار كثير شوية. وقطعنا جبن كيري وهي جبن كيري صارت 6 قطع والحين كورها أجينا وكده كورنا الأجينا كله على كبر بنا جورات. الحين بقي نحشيها بالجبن اسمه كيري. وما نشفيها بالصينية بيرك ومدهونة بالزيت. وبعد ما حشينا كله نتركها ترتاح مدة 20 دقيقة. كده شايب كيف هش جدا لذيذ طعمه بيرفكتو.